يا مساء الورد صبايا، واهلا وسهلا فيكم. جمعه مباركه على الجميع. اليوم نحن بقلب ماركت البيم، رح نشوف عروض اليوم الجمعه 5 مارس. كتالوج كتير كتير حلو، تابعوا مع الفيديو للنهايه. قبل ما نبلش ما تنسوا الصلاه على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فضلا وليس امرا، قبل ما نبدا بالفيديو انزلوا حطوا لايك، لان في كتير منكم عم ينسى يحط اللايك، واللايك كتير اساسي. خلونا نقول بسم الله ونبدا مباشره بالستاند الاول. شايفين العروض كلياتها قدامكم على الشاشة. في أول عرض هو مجموعة زبادي، بتجي زبدية كبيرة مع 6 زبادي صغار. هذا هو الموديل تبعهم بنقشة الصبار. طقم 7 زبادي بسعر 50 ليرة، طقم صراحة كتير حلو وخصوصي على سفرة رمضان. بنشوف العرض يلي بعده يلي هو حافظات للبهارات، صراحة حجمهم كتير حلو وكبير. 3 حافظات كمان زجاجيات باللون الأبيض بنقشة الصبار بغطاء محكم الإغلاق، أهم شيء إنه يكون محكم الإغلاق عشان ما يرطبوا البهارات. هذا هو 3 حافظات الكبار بسعر 50 ليرة. بتمنى من كل الصبايا اللي عم يشوفوا الفيديو يخبرونا تحت بالتعليقات شو لحقوا اليوم عروض، شو أكتر شيء حبيتوه على الواقع، تكتبوا لنا تحت بالتعليقات وتشاركونا تجاربكم. هلا هون في حافظات صغار ب40، الكبار مثل ما قلت لكم ب50. كاسة قهوة بلاستيكية مع غطاء سعرها 5 ليرات، في منها عدة ديكورات. تابعوا مع الفيديو للنهاية، كتير رح تستفادوا وتنبسطوا بهذا الفيديو. هلا هون في مصفايات كبيرة، مصفاية بلاستيك عادية بسعر 22 ليرة ونص. في هون كمان عرض كتير حلو على مجموعة قطعتين بيجو، طشت مع مصفاية حجمه كتير حلو وكبير، خرجت قطعي سبانخ فيه هيك بيوسع، وألوانه بتاخد العقل مثل ما ملاحظين شايفين، الأحمر الخمري الأبيض الزهر، أي واحد منهم سعره 20 ليرة. كمان في عرض على طشت كبير مع غطا، هدول هنن هدول أو هدول، أي قطعتين بسعر 20 ليرة. شايفين ألوانهم كتير حلوة. بالعادة لما بينزلوا قطع بلاستيكية بتكون أحجامها صغيرة، ولكن هدول أحجامهم كتير حلوة بتناسبنا نحنا، فكتير حبيتهم. هلأ هون في قصيص زهور، هذا بيجي جبصين وإله ديكور، صراحة مو كاتبين السعر بس أتوقع بال40 وهيك شي. كتير حلو لما بتحطوا الورد بقلب الجبصين بيعطي شايفين منظر بياخد العقل، وهذا الجبصين بيحبس مي، يعني ما بتضطري انك دائما تسقي. هلا هون في زينة ديكور ب20 ليرة، في هذا الموديل وفي موديل البيت، طبعا في عدة ألوان، البيت في منه هذا اللون الأبيض وفي اللون الخمري، حتى الموديل الثاني في منه ألوان للورد، شايفين هذا اللون الخمري. اي قطعة من هدول صبايا بسعر 20 ليرة. ننتقل للعرض يلي جنبه واللي هو كاسة مي كبيرة من ماركة راكلي، صراحة كبيرة كتير الكاسة، سعرها 12 ليرة ونص، الكاسة الوحدة ب12 ليرة ونص. مثل ما ملاحظين هي هي الموديلات كلها. هلأ منشوف العرض يلي جنبه هو مصفاية صغيرة اللي ورجيتكن اياها، الكبيرة سعرها 22 ليرة ونص، هي المصفاية سعرها 12 ليرة ونص. هلا هون في عنا كاسات ملونة، 3 كاسات ب30 ليرة. صراحة ما بحب هذا الموديل أنا هيك الملون، ما بعرف، انتو اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. في هذا منظم للجلي، لسفنجة الجلي، سعره 12 ليرة ونص، بيجي بلاستيكي. في شنطة رياضية سعرها 60 ليرة، بتجي للنساء كتير حلوة اللي بيروحوا على النوادي، كتير كتير حلوة. في هون هي الدفة بلاستيكية بسعر 28 ليرة لتقطيع الخضروات والفواكه. نطلع للعروض يلي فوق يلي هو ميزان قياس أوزان الجسم بسعر 149 ليرة، ممتاز جدا، بيزن كحد أقصى لل 180 كيلوغرام من ماركة فويت، بينزل منه بالعادة قطع وأجهزة رياضية كبيرة. العرض يلي جنبه هو خلاط من ماركة فقير، استطاعته صبايا كاتبين على الكرتونة، بالكتالوج ما كانوا كاتبينها، لو كاتبينها كنت حكيت، استطاعته 600 واط. في صبايا كتير قالوا انه منيح، معه كفالة 2، بيجي معه قطعة للعصائر سعره 349 ليرة. بالنسبة للقطع الكهربائية اليوم ما لحقت لكم غير هدول الميزان والخلاط، مجموعة الخلاط ما لحقتها. هلا هون في عرض على كاسات بيجي بقلبها سمك، يا الله شو حلوين، شايفين في هي كاسة وفي فنجان، الكاسة سعرها 60 ليرة، الفنجان سعره 70. شايفين شو رأيكم؟ عطوني رأيكم بالتعليقات، كتير حلو خصوصي لما يكون فيها
اي شيء بقلبها بتبين السمكة عم تغرق او تسبح. هلا هون في عنا عرض على مطربانات زجاجية من ماركة باشا باشا، اغطيتها خشبية. المطربانات الكبيرة ب40، الوسط ب35، والصغير ب30. عرض على شالات نسائية، الشال الواحد ب27.5 ليرة. شايفين في عدة ألوان، هدول هن الألوان الموجودة، حتى نوعيتهم كتير حلوة حبيتها. هلا هون في عرض على شناتي رياضية ب50 ليرة، بتصير للرجال أو النساء. في بنطلون رجالي بيجامة ب40 ليرة، هذا هو العرض. اللي جنبه كمان بنطلون رجالي رياضة ولكن بيجي تقيل، سعره 70 ليرة. بيجامة نسائية بسعر 109 ليرات. في كنزة رجالية وفي جاكيت. صبايا الكنزة سعرها 80 ليرة، هي هي بيجي لها سحاب صغير من فوق. أما الجاكيت يلي تحت سعره 129 ليرة. هدول هن كانوا الألبسة لليوم. نطلع اللي فوق منشوف عروض الأوزان، في ب40، في ب45، ليك الأسعار كلياتها مكتوبة. صراحة عرض الأوزان كتير حلو، برا بينباع أغلى من هيك بكتير. في كان عرض على الأجهزة تبع المساج والوخز الديناميكي تبع الوجه، هدول فيكن تلاقوهم بقلب الجام، بيكونوا قافلين عليهم هيك منتجات، بيحطوها بقلب الجام، بيحطوها على الستاندات. شايفين في هاد حبل المقاومة سعره 60 ليرة، أنا شاريته من زمان ب20، تخيلوا فرق الأسعار. هلا هاد في حبل للنط، عفوا، في نعال رياضي، في للرجال أو النساء. في لعبة الدكتورة سعرها 90 ليرة، كتير حلوة الفكرة صراحة، خصوصي إذا بنتك شاطرة بالمدرسة فيكي تشجعيها بهيك لعبة. في هذا النعال، في للنساء أو الرجال، سعره 20 ليرة، هذا هو. طبعا في منه عدة نمر، بتمنى تنتبهوا على النمر هاد، في منظم للخزانة بيجي عدة طبقات، مو كاتبين سعره، هذا بتوقع من عرض قديم. في هلأ خلونا نشوف وجه التخت، كان نازل عليه عرض. آخر شي رح ورجيكم الألعاب. في وجه التخت سعره 149 ليرة. كمان في عرض على الحاف، شايفين وجه التخت، في منه هاد وفي منه هاد. في عرض على الملحفة بسعر 189، المخدة تحتها ب70. أيضا في هي الخزانة إلى عدة رفوف، ورح ورجيكم هلأ قطع، أي قطعة ب5 ليرات، قطع لتنظيم الحمام وتنظيم المطبخ، رح نشوفهم مع بعض. في هون مثل هي للمجلى إذا سكرت، في هون حامل اسفنجي، هذا كتير حلو عندي منه. في قطع كتير فيكن تستفادوا منها وسعرها كتير حلو معقول، مثل هي للصابون. كان نازل عرض على البواط الرياضية النسائية، ما كان ضلان غير اللي أنا هلأ عم صور لكم يا هون. البوط الواحد سعره 80 ليرة، في اللون الرمادي ودنخله زهر، وفي الرمادي مدخله سماوي، أي واحد ب80. حبايب قلبي جولتنا لهون بتكون خلصت، بتمنى الجولة تنال إعجابكم، اتركوا لنا آراءكم وأسئلتكم تحت بالتعليقات. إذا حبيتوا الفيديو اعملوا له شير مع أصحابكم وأصدقائكم الموجودين بتركيا. هلأ رح أترككم مع عروض الألعاب، خليكم تتفرجوا عليهم على السريع، وانتظروني في فيديو جديد إن شاء الله. بدي ودعكم، بترككم بأمان الله.